امبارح كان في ردود افعال كبيره جدا على الحوار اللي اجريناه مع ميشيل يانكن مدرب حراس مرمى النادي الاهلي. هذه او هذا الكم من ردود الافعال من جماهير النادي الاهلي دائما يشرفنا، لانه الحقيقه برضو تاني وتالت ورابع الضيف هو اللي بيفرض شخصيته في اجاباته، وميشيل عنده شخصيه، عنده كاريزما، يعني من الحاجات اللي تحبها فيه وانت بتحاور هذا الرجل. اذا كنا بنتكلم على ميشيل يانكن فالنهارده معنا لاول مره بعد خروجه من الجهاز الفني للنادي الاهلي، وهو واحد من الشخصيات التي تحظى بتقدير واحترام وحب جماهير النادي الاهلي، وهو من كان دائما كتفا بكتف مع بيتسو موسيماني. انا بتكلم على المدرب العام السابق للنادي الاهلي كيفن جونسون. كيفن جونسون موجود معانا عبر سكايب من جنوب افريقيا. مستر كيفن، اهلا وسهلا بيك، سعداء بوجودك معانا عبر برنامج جمهور الثالثه ومن خلال شاشه اون تايم سبورتس 2. اهلا وسهلا بيك. Good evening, Ibrahim. مساء الخير ابراهيم. وأشكرك على استضافتي في برنامجك اليوم. أنا كل شرف وأنا ممتن لذلك كثيرا. في البداية أرسل لك تحياتي، تحيات فريق العمل، وتحيات أيضا جمهور النادي الأهلي الذي لم يتسنى له أو لم تتسنى له الفرصة أن يوجه لك هذه التحيات، أنقلها بالضرورة إليك، الجميع يفتقدك. شكرا جزيلا لقناتكم، وشكرا لك إبراهيم، وشكرا للمترجم، وأنا وأشكر لكل العاملين خلف الكاميرا، وأشكركم على هذه المقابلة بشكل عام، وأنا سعيد أنني أتحدث معكم الآن أمام مشجعي الأهلي الذين أحترمهم كثيرا وكل رجال الإعلام. في هذه الرحلة الطيبة المليئة بالإنجازات رغم قصرها بعض الشيء، كيف يقيمها كيفن جونسون اليوم؟ إبراهيم، بالنسبة للوقت الذي قضيته في النادي الأهلي وفي مصر، كنت أعمل لصالح أكبر نادي في أفريقيا، ومن أجل فريق مثل النادي الأهلي أعتقد أن هذه الخبرة التي عشتها وأن تتح لي الفرصة أن أعمل مع هذه المجموعة المحترفة، هذا كله أعطاني على المستوى الشخصي الكثير من الخبرات، وأن أعمل مع ثقافة مختلفة من اللاعبين وثقافة مختلفة من الأشخاص، هي شخصيات مختلفة ودولة مختلفة تماما عن التي أنا معتاد عليها، وأن أقوم بالتدريب في مصر فهذا شيء عظيم وخبرة كبيرة جدا ورائعة، وبالفعل سأحتفظ بهذه الخبرة والذكريات على مدار حياتي، كما أنني احتفظت بذكريات عظيمة للعمل مع لاعبين رائعين في بيئة مختلفة في الحقيقة يصعب شرحها للناس أو للعالم في كيفيتها، وأن أعمل للنادي الأهلي. ما هي أبرز المكاسب الفنية التي تحصل عليها كيفن جونسون من خلال تجربته مع النادي الأهلي وبصحبة بيتسو موسيماني؟ على المستوى الفني أعمل مع أشخاص محترفة جدا، وأنا أتيت من جنوب إفريقيا وأعمل مع لاعبين ذوي مستوى فني عالي، يفهمون لعبة كرة القدم، وهذا على مستوى عالي طبعا، وأعملت مع لاعبين يعرفون ما هي
ما هي ثقافة المصريين التي يعود تاريخها إلى 7000 عام، ويعرفون أيضا أن الأمر لا يتعلق ب60 مليون إنسان يشجعون الأهلي فقط، إنها خبرة اكتسبتها من الذهاب إلى دول أخرى مع النادي الأهلي، وكل دولة لها ثقافتها. دائما في كل دولة زرتها كان هناك من يشجع النادي الأهلي. الأهلي هو أيقونة في إفريقيا، وأيضا في كأس العالم وجدت مشجعين كبار جدا، وفي دوري أبطال إفريقيا. كل هذه كانت خبرات مضافة غير متاحة على الدوام. هي خبرات أتت لي لأول مرة في حياتي أثناء العمل في نادي مثل النادي الأهلي. مع هذا الكلام الجيد والطيب منك عن النادي الأهلي وعن رحلتك مع النادي الأهلي، إذن السؤال اللي هتبادر إلى الأذهان مع هذا الكم أيضا من النجاحات مع بيتسو موسيماني، لماذا كان الرحيل المفاجئ؟ لماذا رحل كيفن جونسون عن مهمته كمدرب عام للنادي الأهلي؟ In all respect to the leadership and that is Pietro Mosimani. احتراما للإدارة، كل احترامي للإدارة واحترامي لموسيماني، واعتقد انه يؤدي بشكل طيب جدا. واجابتي هي سهلة. في بعض الأحيان يكون هناك علاقة إنسانية ما وتنتهي بالانفصال. إذن إجابتي هي أن هناك أسباب كثيرة جدا، ولكن بمنتهى البساطة هو مجرد انفصال فقط. هل يوما ما ترغب في العودة للنادي الأهلي إذا كان هذا الانفصال لحظي كما وصفته، أو انفصال مبني على قرار معين؟ Look, I personally there's never a team على المستوى الشخصي لا يوجد نادي دربته وقلت أنني لا أرغب في العودة إليه. ولكن بالنسبة لفريق بهذا المستوى للنادي الأهلي، وإذا أتيحت لي هذه الفرصة مرة أخرى في أن أعود للنادي الأهلي وأعمل هناك مرة ثانية، لما لا؟ مانويل جوزي فعل ذلك، فلما لا؟ وسأكون سعيد إذا سمعت هذه المعلومات أنني سأعود أخرى، لأنني دائما أحب أن أعود إلى النادي الأهلي وأعمل في هذا النادي، لأننا نتعلم من كل دروس الحياة. إذا تركت مكان، إذا تركت مكانا ما ولم تحرق الجسور خلفك، فمن الممكن أن تعود مرة أخرى. وكإنسان يعمل في مجال كرة القدم وكمدير فني، من الممكن أن أعود مرة أخرى وأطرق على الباب وأحتسي كوب من القهوة وأتحدث مع الناس. أنا لا أعتقد، لا أستثني تلك الاحتمالات أبدا. خليني أسألك على مباراة القمة، كيف تابعتها؟ كيف تابعت النتيجة بفوز النادي الأهلي الكبير على غريمه التقليدي الزمالك ب5 أهداف مقابل 3 أهداف؟ I watched a little bit of the game. شاهدت بعض الأجزاء من المباراة وكنت أتابع الصحافة والتبادل الأخبار الصحفية وأخبار الانتقالات، ولكني لا أعتقد أن الفريقين لم يكونا بنفس القوة التي كانوا يجب أن يكونوا عليها. ولكن كان علي أن أقول أن الأهلي شكل فريق قوي جدا هذا العام، على الرغم من قوة النادي الأهلي الموسم الماضي، ولكن هذا الموسم هم أقوى بعض الشيء. إذن الأمر لم يكن مفاجأة أبدا أن يسجلوا 5 أهداف، ولم أتفاجأ أيضا أنهم استقبلوا 3 أهداف. أنا نوع من المدربين
الذي يفكر بطريقة أنك إذا سجلت في ثلاثة أسجل أربعة، إذا سجلت في أربعة أسجل خمسة. أنا من نوعية المدربين الذين يؤمنون بهذا الفكر. بالفعل أن الأهلي يسجل خمسة أهداف هذا شيء شديد الأهمية، وأنك لا تأخذ خمسة نقاط لكي بعد أحرزك خمس أهداف، فأنت تأخذ ثلاثة نقاط وكفى. إذا سجلت هدف تأخذ ثلاث نقاط، إذا سجلت خمسة تأخذ ثلاث نقاط. وفي الواقع أن الأهلي كان رائع جدا منذ بداية هذا الموسم، وهذا شيء طبيعي نظرا لطبيعة الفريق وتشكيل الفريق وكل من هم حول الفريق ونوعية اللاعبين وعقليتهم. أعتقد أن الأهلي هذا الموسم هو فريق قوي، وأتمنى لهم كل الخير حتى نهاية الموسم. ما الذي تتوقعه للصفقتين الجديدتين للنادي الأهلي؟ تحديدا أتحدث عن بيرسيتاو وميكيسوني. بيرسيتاو في المقدمة، كيف تقيمه وكيف تتوقع ظهوره مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة؟ Look, I can only talk. يمكنني أن أتحدث what I know of the past. أنني عما أعرفه في الماضي. What I can't talk about. ولا يمكنني أن أتحدث عن قدرة بيرسي تاو في الانخراط مع لاعبي النادي الأهلي والتمازج معهم. هو أنا ما أعرف أنه لاعب رائع جدا، وهو من جنوب إفريقيا بالتأكيد، وشاهدته كثيرا، ولهذا السبب بالنسبة لي هو لاعب رائع جدا. أما إذا قدرته على التمازج والاندماج مع لاعبي النادي الأهلي، لا أستطيع أن أعلق على هذا. ولكن شاهدت ميكيسوني وهو يلعب في سيمبا، وأرى أنه لاعب رائع جدا. وإذا أتذكر بشكل جيد، عندما كنا واجهنا سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، كان اللاعب الوحيد الذي سجل في النادي الأهلي، وهو سجل بشكل طيب. عندما شاهدته وقيمته في هذه المباراة، وجدت أنه لاعب رائع جدا. أما الامتزاج مع الفريق والتوافق مع أوضاع الفريق، لا أستطيع أن أعلق عليها، ولكن أتمنى لهم مستقبل طيب، مع أن المستقبل لا يمكن التوقع به. ولكن كما قلنا، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مثل الأهلي والزمالك يتعاقدون مع لاعبين جدد، ولكن أداء هؤلاء اللاعبين الجدد مع تلك الفرق الكبيرة لا يمكن أتوقع نجاحه أو فشله. سألك سؤال مباشر، ما الذي ينقص النادي الأهلي لكي يفوز بكأس العالم للأندية؟ وأنت كنت متواجدا مع النادي الأهلي في البطولة الماضية. أعتقد أن هذا السؤال يتم توجيهه الذين لهؤلاء الناس الذين سيتأهلون إلى كأس العالم. ما هو الذي ينقص مصر للفوز بكأس العالم؟ هذا السؤال يسأل لهؤلاء الناس، ولكن أقول أن نتأهل للعب في كأس العالم للأندية، هذا في حد ذاته نجاح وفوز كبير. عندما تلعب في البطولة، سواء أن تكسب أو تخسر أو تحت المركز الثاني أو الأول أو الثالث، أعتقد أن الأهم لأي نادي في العالم هو أن يكون مشارك في مثل هذا المستوى من هذه البطولات. والأهلي احتل المركز الثالث مرتين، وأعتقد أن هذا فوز كبير، لأنه من غير المتاح دائما أن تحافظ على مستواك دائما في أن تتواجد في ثلاثة كأس عالم،
وأن تفوز بكأس العالم مرة أخرى مثل إنجلترا. إنجلترا فازت بكأس العالم مرة واحدة وربما ولم تفز به بعد ذلك، ولكنها تشارك، فالمشاركة في حد ذلك، مشاركة في كأس العالم للأندية هي فوز في حد ذاته وليس الفوز بكأس العالم للأندية فقط. أخيرا كيفن، أطلب منك رسالتين توجههم. الأولى إلى كابتن محمود الخطيب، أيقونة النادي الأهلي ورئيس النادي، ما الذي تقول له في هذه الرسالة؟ ورسالة أخرى إلى جماهير النادي الأهلي. What for me, I think working under Captain Vivo. بالنسبة لي العمل تحت قيادة الكابتن الخطيب كانت واحدة من أفضل أوقاتي في عالم كرة القدم. كابتن بيبو هو ليس من نوعية الناس التي تتحدث كثيرا، ولكنه دائما موجود مع الفريق، وخصائص قيادته رائعة جدا بل متميزة. وعندما يتحدث ونحن نستمع ونلعب، يمكنك أن ترى يمكنك أن ترى انطباعات اللاعبين، انطباعات تأثير كلام الكابتن الخطيب في وجوه اللاعبين. إنه إنسان يدفع الجميع للفوز، بل هو كان واحد من أفضل لاعبي إفريقيا، وهو يعبر بامتياز عن ثقافة النادي الأهلي. وأنت تشعر وهو يتحدث كأنه يتحدث من منطلق قوة وحماس، ويعلم جيدا كيف يصل بفريقه إلى القمة. وربما العمل تحت قيادة الكابتن الخطيب هي واحدة من أفضل خبراتي في الحياة. شكرا جزيلا كابتن بيبو، وأتمنى أن تستمر رئيسا للنادي الأهلي للعشر سنوات قادمة، لأن لديه الرؤية والخصائص والذكاء. أنا لا أعرف أي شخص آخر في مصر أعتقد أنني يمكن أقارنه به، ولكن هو إنسان ممتاز أن نعمل تحت قيادته. أما بالنسبة لمشجعي النادي الأهلي، أنا أعرف أنهم لم يتواجدوا في الاستاد لفترات طويلة جدا، وأعتقد أن حقيقة كنت أعرفهم ويعرفونني من مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعون الفريق عن قرب شديد، وأعتقد أنهم يعطون الكثير للفريق. وإذا كانوا موجودين في الاستاد سيكون الأهلي كما كان، بل سيكون أفضل مما كان في وجود الجيل الذي كان فيه وائل جمعة واللاعبين الآخرين الذين كانوا يلعبون أمام استاد مليء بالمشجعين. الأمر سيختلف، وستظهر القدرات الكبيرة التي يتمتع بها أفشة وحسين الشحات والسلية وحمدي فتحي أيضا. كل هؤلاء اللاعبين لديهم خصائص رائعة كلاعبين أنا رأيتها بعيني كمدرب عام. إذا عاد مشجعي النادي الأهلي إلى مدرجات الاستاد ستظهر هذه الخصائص العظيمة. أنا أشكر جماهير النادي الأهلي الذين أعطوني الفرصة لكي أعمل مع هذا الفريق، وسمحوا لي أن أمشي بحرية في مصر وأستمتع بوجودي فيها، ويتعاملون وتعاملوا معي بمنتهى الاحترام، وأنا أبادلهم احتراما باحترام. وأخيرا أود أن أشكر كل الناس الذين حياتنا سهلة، وأشكر كل الذين ساعدوني ووقفوا بجانبي
وأشكر سامي وأشكر سامي كثيرا وأقول لها أنت دائما في حياتي وما فعلته من أجلي وأنا في مصر أشكرك عليه كثيرا. وأشكر أيضا كل الطاقم المعاون السائقين والعاملين الذين جعلوا حياتي سهلة أشكرهم جدا، استمتعت بوجودي معهم في تعلم الثقافة والقرب من الناس. كابتن سيد أشكره كثيرا وهو أنا بالفعل أكن له كل الاحترام والتقدير، هو ليس فقط مديرا للكرة ولكن هو إنسان عظيم وصديق. بالفعل كل هؤلاء الناس جعلوا حياتي أسهل، وبالفعل هؤلاء الناس لهم قدر كبير في حياتي. مستر كيفن، كوتش كيفن، سعداء جدا جدا بوجودك معانا وبشكرك على هذا اللقاء، أتمنى لك كل التوفيق ونراك قريبا إن شاء الله بإذن الله في بلدك الثاني مصر. بشكرك شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا مستر كيفن جونسون المدرب العام السابق للنادي الأهلي.